باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا مع برنامج منهج حياة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء. وقد تأملنا يا أحبائي في كونوا رحماء فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير ربنا يقول تعالوا إلي يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. فالرحمة أحبائي هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. تأملنا في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. تأملنا في كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. تأملنا في كونوا رحماء مترنمين من يدك يا رب أعطيناك. تأملنا في كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء ومميزين زي ما قال معلمنا يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين. ثم بدأنا أحبائي تأملاتنا في بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى بركة لقاء الرب. بركة لقاء الرب في كل مرة أنت بتعطي الفقير أنت بتلتقي بالرب الذي قال كنت جوعانا فأطعمتموني. بركة الثانية أن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم. يجي كده في سفر التثنية أعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة أن ربنا يفيض على الرحماء بالخير والبركة. الهاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب إن كنت لأفتح كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أي حتى لا يوجد اتساع يتسع لها. بركة الرابعة ربنا يبارك نسل الرحماء. داود النبي قال كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. اليوم كل يترأف ويقرب ونسله للبركة. بركة الخامسة ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم. يشوع بن صراخ قال ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة الستة أحبائي ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. قال داود النبي طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. بركة السبعة ربنا يحفظ الرحماء. بركة التامنة ربنا يحيي الرحماء. بركة التسعة ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. بركة العشرة ربنا لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. بركة الحداشر ربنا يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف والوجع. هكذا ترنم داود النبي في مزمور 41 وقال طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه، الرب يحييه، الرب يجعله مغبوطا في الأرض، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه، الرب يعضده وهو على فراش الضعف. إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر سعادة الرحماء. داود النبي قال في مزمور 112 سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13 الرحماء يدبرون أمورهم بالحق. هكذا قال داود النبي سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يدبر أموره بالحق. بركة 14 رحماء قلبهم ثابت في التجربة من بدايتها لنهايتها. هكذا قال داود النبي سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض لا يخشى من خبر السوء. دي بداية التجربة، قلبه ثابت متكل على الرب، قلبه ثابت لا يخاف حتى يرى بأعدائه، ودي نهاية التجربة.
بركة الخمستاشر، الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد، دايما رأسهم مرفوعة بمجد ربنا اللي عليهم. بركة الستاشر، ربنا لا يتخلى عن الرحماء، هكذا قال داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق وصفه أنه يترأف ويقرب. بركة السبعتاشر بقى قالها سليمان الحكيم، قال في أمثال 3: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18: الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترع الخير، هكذا قال سليمان الحكيم: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. بركة 19: ربنا يستر أسام الرحماء، هكذا قال سليمان الحكيم: بالرحمة والحق يستر الاسم. بركة 20: الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21: كرسي الملك يسند بالرحمة، كما ورد في أمثال 20. بركة 22: الرحماء يحسنون إلى أنفسهم، مش يحسنون إلى الفقراء، لا، دول بيحسنوا إلى أنفسهم، هكذا قال سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. بركة 23: الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. يقول سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة، أمثال 21. بركة 25: يقول سليمان الحكيم: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. فمن يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة. بركة 26 قالها تبيض الصديق، فقال لابنه: لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27: أن الرحماء ينعمون بمفعول الرحمة العجيب تجاه الخطية. رحمة 28: يا أحبائي خير الرحماء. تبيض الصديق قال لابنه توبيا وهو على فراش الموت، قال له: احفظ الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة ليكون لك خير. عشان كده أشعياء النبي قال: قولوا للصديق خير. بركة 29: أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. يقول يشوع بن صراخ: كن أبا للأيتام وبمنزلة رجل لأمهم، فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: يا أحبائي مكانة الرحمة عند الله كخاتم عنده، ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه، هكذا قال يشوع بن صراخ: صدقة الرجل كخاتم عنده، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31: نصرة الرحماء. يقول يشوع بن صراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. نقرأ بقى أحبائي في أشعياء 58 8 بركات. يقول الرب: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. دي البركة 32 بنسميها نور الرحماء. حينئذ تنبت صحتك سريعا، دي البركة 33 وبنسميها صحة الرحماء تنبت سريعا. حينئذ
يسير برك أمامك. ودي البركة الأربعة وثلاثين. حينئذ مجد الرب يجمع شملك ويحرسك من الخلف. ودي البركة الخمسة وثلاثين. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. ودي البركة الستة وثلاثين، استجابة الرب للرحماء. حينئذ يقودك الرب على الدوام. ودي البركة السبعة وثلاثين، أن الرب يقود الرحماء على الدوام. حينئذ يشبع الرب في الجدوب نفسك فتصير كجنة مروية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ودي البركة الثمانية وثلاثين، بنسميها شبع وارتواء وفيض الرحماء. حينئذ منك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة. ودي البركة التسعة وثلاثين، اللي بنسميها الرحماء ونعمة البناء والترميم. أما البركة الأربعون يا أحبائي فهي اطمئنان الرحماء. هكذا قال دانيال النبي لنبوخذ نصر الملك: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وفارق آثامك بالرحمة بالمساكين، لعله يطال اطمئنانك. أربعين بركة أحبائي، وردوا تسعة وثلاثين منهم في العهد القديم، وأول بركة اللي هي بركة لقاء الرب كما ورد في العهد الجديد. بركة الواحد واربعين: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أما البركة الثانية والأربعون يا أحبائي فهي نقاوة الرحماء. رب المجد قال في لوقا 11: أعطوا ما عندكم صدقة، وهذا كل شيء يكون نقيا لكم. فكلما يتصدق المرء كلما يتنقى قلبه، وكلما يتصدق بكل ما عنده كلما يتنقى كل قلبه، فيكون كل شيء نقيا له، كما يقول سليمان الحكيم أن القلب منه مخارج الحياة. عشان كده رب المجد قال: أعطوا ما عندكم صدقة، وهذا كل شيء يكون نقيا لكم. بركة الثالثة والأربعون يا أحبائي كمال الرحماء. رب المجد قال للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. بركة الرابعة والأربعون الأجر العظيم للرحمة. في لوقا ستة في الأيضة على الجبل رب المجد قال: احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما. والأجر العظيم ده هنا على الأرض وفي السماء. نقرأ في سفر الأمثال في أمثال 19: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروف يجازيه. ونقرأ في الإصحاح الخامس والثلاثون من سفر يشوع بن سراخ: كن متهلل الوجه في كل عطية، وقدس العشور بفرح، فإن الرب مكافئ فيكافئك سبعة أضعاف. بركة الخامسة والأربعون يا أحبائي أن الرحماء خاصة أبناء الله العلي. هكذا قال رب المجد في العزة على الجبل: احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا بني العلي، خاصة بني العلي.
أما البركة السادسة والأربعون فهي المعطي المسرور يحبه الرب، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول. تأملنا يا أحبائي في آيات كثيرة وأقوال للأباء كثيرة عن المعطي المسرور يحبه الرب، وبدأنا تأملنا في أمثلة جميلة من الكتاب المقدس عن المعطي المسرور. خدنا المثال الأول، هابيل الصديق الذي قدم للرب من أبقار وسمان غنمه. المثال الثاني، أبونا إبراهيم الذي أعطى ملكي صادق عشرا من كل شيء، والذي قدم لنا منهجا جميلا في إضافة الغرباء. المثال الثالث، داود النبي اللي قال لا أقدم للرب ذبيحة مجانية، واشترى بيدر أرونا اليابوسي بنصف كيلو من الفضة. والقصة الجميلة لما داود دعا الشعب إن هم يتبرعوا، اللي هو اللي اتكلمنا عنه الحلقة الماضية، الانتداب. كلمة انتداب بمعنى التبرع بعيدا عن البكور والعشور. داود دعا الشعب وتبرعوا، انتدبوا بقلب كامل وبفرح أمام الرب. المثال الرابع يا أحبائي، أرملة صرفة بيت صيدا. نقرأ يا أحبائي في سفر ملوك الأول إصحاح 17، وكان له كلام الرب قائلا، كان لإيليا كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، وإذا قد أمرت هناك أرملة أن تعولك. دنيا قحط، الأرملة هتعولوا إزاي بس؟ فقام وذهب إلى صرفة، وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وأنا سأقش عوديني لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نمون. ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت يعملوا كحكتين، أنا هاكل كحكة وابني ياكل كحكة ونموت. مديك شايف القحط، هجيب لك إزاي؟ فقال لها إيليا: لا تخافي، لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. أنا مش عايز الكحكة صغيرة، بس تعملي لي أولا، واخرجي بها إلي ثم اعملي لي ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت المرأة وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كان ممكن تشك، يعني إيه كوار الدقيق لا يفرغ؟ يعني إيه الكوز ما ينقصش؟ يعني كان ممكن تشك. دخلت في اختبار الإيمان، صحيح كلام النبي؟ صحيح ممكن الدقيق ما ينقصش، ما يقلش، والزيت ما ينقصش؟ صحيح ممكن. دخلت في اختبار الإيمان ونجحت، ثم أعطت بسرور، قالت له: حاضر. وعملت الكحكة أولا لإيليا ثم ليها وابنها بسرور من قلبها بإيمان. نقرأ يا أحبائي في سفر عزرة، ده المثال الخامس. في سفر عزرة، بعد ما سليمان بنى بيت الله انهدم بيت ربنا فأعادوا بناؤه. احنا تأملنا ازاي لما داود لم حاجات كتيرة جدا من الشعب، ودعا الشعب لملء يده للرب
وكلهم تجاوبوا وبنوا بيت ربنا. وبعدين انهدم بيت ربنا، وأيام عزرا أعادوا بناء بيت ربنا. فيقول الوحي الإلهي في الإصحاح الثاني من سفر عزرا آية 68 وآية 69: والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم إلى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه بعد ما انهدم، أعطوا حسب طاقتهم، أعطوا حسب طاقتهم، أعطوا بسرور، كل واحد على قد ما يقدر، المعطي بسرور، المعطي بفرح، المعطي بسخاء، أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب و5,000 منا من الفضة و100 قميص للكهنة. إذن أعطوا حسب طاقتهم، العطاء بسرور وفرح، المعطي المسرور يحبه الرب. المثال السادس يا أحبائي للعطاء بسرور نقرأ عنه في سفر طوبيا. طوبيد الصديق كان ابنه اسمه طوبيا. فنقرأ عن طوبيد الصديق في الإصحاح الأول، يقول الوحي الإلهي: وكان يجيء إلى أورشليم إلى هيكل الرب ويسجد فيه للرب إله إسرائيل، وكان يقرب أبكاره وأعشاره كلها برغبة، ياخد بكر كل حاجة وعشر كل حاجة ويقدمها لبيت ربنا برغبة بسرور. وظل 3 سنوات يفرق أعشاره جميعها على المحتاجين والغرباء، وكان يفعل هذه وهو حافظ لناموس الله منذ حداثته. إذن طوبيد الصديق كان لما بيجي يدي ربنا كان بيدي برغبة، وكان يقرب أبكاره وأعشاره كلها برغبة، المعطي المسرور يحبه الرب. نقرأ بقى في الإصحاح الرابع من سفر طوبيا، قال وصية لابنه طوبيا، طوبيد الصديق قال وصية لابنه طوبيا، فبيقول له ايه؟ بيقول له يا ابني، عايز يقول له دي خلاصة يا ابني اللي طلعت بيه من الدنيا، يا ابني كن رحيما حسبما تستطيع، إن كان مالك كثيرا فليكن ما تعطي كثيرا، أو قليلا فقليلا، عن طيب قلب، عن طيب قلب، عن طيب قلب، اعطي عن طيب قلب حسبما تستطيع، فإنه يكون لك كنز إحسان ليوم الاحتياج. كل حاجة هتديها لربنا هتطلع فوق تتخزن لغاية ما تكون كنز، والكنز ده ربنا سماه كنز إحسان، لأنك أحسنت وأحسنت وأحسنت وأحسنت، كل حاجة بتديها هتتكون فوق وتعمل كنز إحسان وتتخزن فوق لما تحتاج ربنا يصرف منه. ده المثال السادس يا أحبائي في العطاء بالسرور. أما المثال السابع فهو قصة السامري الصالح، وهذا هو موضوع تأملنا في الحلقة القادمة إن شاء الله يا أحبائي. الرب معكم ويبارككم بكل بركة روحية ويعطيكم دائما أن تعطوا بالسرور كل الأيام. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.